قلت لا. انا لسه ماليش حق تصوير. ليه؟ عندي 16 سنة. 16 سنة بس حبيت خارج من الصورة. اهو ده اللي اقدر عليه. مقتنع بيه؟ ايوه طبعا. عشان كده رايح تقول نعم؟ التلفزيون سيسي صور نفسك صور. حضرتك النهارده نزلت عشان نشارك في الدستور؟ اكتر. ايه رايك في دور المرأة؟ حسيت ان النهارده المرأة نزلت بكثافة؟ دور المرأة مش عارفة اقول لك ايه، هي اللي ممكن تحرك الناس دي كلها، زي مثل الفريق السياسي، انها الام والبنت والاخت، وهي اللي عارفة قيمة الوطن اللي هي عايشة فيه. حضرتك حاسة ان الدستور ده هيحقق المطالب اللي انت بتتكلمي فيها؟ ان شاء الله احنا بنأمل قلت نعم ولا لا؟ قلت نعم ونعم ونعم بالفم المليان. ان شاء الله ربنا يوفقنا يا فندم. يا رب يا رب امين.